يطرح البنك المركزي غدا نيابة عن وزارة المالية أذن خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 6.2 مليار جنيه، وأذن بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 266 يوما. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.